ولاد سلطان البعبع اللي بيطلعوا له من تحت الارض فجاه، والدراما بتاخدهم بتخلي البعبع يعمل حاجات يمكن ما كانش ممكن يعملها لو ما فيش الاطفال دول. الطفلين زي القمر معانا النهارده، جان رامز وتيا حاتم. أهلا بص للناس، حي الناس، حي الناس. قمر قمر جان وتيا، تعالوا تعالوا اقعد هنا. ايه القمر دول؟ شكرا. كنتوا قمر في الفيلم وقمر في الحقيقه، وبعدين الحقيقه يعني انا اسفه لضيوفنا الكبار والنجوم، انا دخلت سلمت عليهم وكان في اجواء لطيفه جدا. 3 جنتلمان، ثلاثة جنتلمان عظام جدا. هتقطمنا بقى، امير جاي بوسامته وهيبته بس جايب عربيته وكرشه، جايب عربيته وكرشه. انور دخلها فوطه، انا جايب فوطه المريالة. محمد ما عرفش اتلقلب بالمريالة وكان بيحلم مع حاجه غريبه جدا، والباشا دخل بقى صغرنا كلنا. جان بقى دخل لي بالبوكيه القمر. صغرنا. ايوه وعاش ولا كان ايه؟ ما هو كان عاش. عاش ولا كان؟ انت صغرتني، دخلت بالورد صغرتني، خليتني قد كده. اما المفروض انت اللي تعملها لقبل. ايه ده؟ لغيني لغيني يا صاحبي بمسج، قول لي هات حاجه وانت جاي مثلا بتاع. ما قلتليش كده ليه؟ ما قلتليش تجيب شوكولاته ليه؟ ايوه شفتي اهو. كده مش اصول خرجته. يعني المفروض تقول له. لو اخر يوم تصوير دخل علينا كلنا بصراحه، وتيا دخلوا علينا بالهدايا كلهم. واحنا ما فكرناش نجيب لهم حاجه. لا والله انت عندنا هدايا، احنا عندنا مشاكل. يا سلام، لمادة لمادة. العيال دي هتوصل وهتبقى في السماء طبعا. شكرا لمادة من ذوقك. طيب قول لي يا جان، انت عندك 6 سنين صح؟ انت رايح تاني ابتدائي؟ لا انا اولى. ايوه اولى معهد. قولي بقى، لما قالوا لك ان انت هتعمل فيلم مع انت بتقول له عمو امير ولا انكر امير ولا امير؟ بقول له استاذ امير. بتقول له ايه؟ استاذ امير. استاذ امير. استاذ امير. طب لما رحت لاستاذ امير بقى قولي، كنت قلقان؟ ما انت اكيد شفت في التلفزيون قبل كده. لا انا انبسطت. يعني انا اصلا كان نفسي اشوفه من بيت كده اتصور معاه بس. ما بالك انت بقى ايه؟ اشوفه واخش كرفان واكل معاه جبنه بطيخ. انت هتنجح. هتوصل هتبقى نجم مصر. انت هتنجح في حياتك. احنا ما عملناش كده واحنا صغيرين، عشان كده تعبنا. العيال دي عظيمه قوي. انت ما بترقصش ليه؟ حد ضايقك؟ ضايقك ولا ايه؟ ارقص اللي بيذاكروا مع اولادهم وبيتعصبوا عليهم جامد. بالهداوه صب زيرو، دماغ مكان عيل صغير، ما تشغليش عقلك بعقله. في ايه؟ احكي لي بقى عن تجربتك مع استاذ امير في التمثيل. اولا حلوه جدا 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 جدا. مليون جدا. دمه خفيف ولا بقى بيبقى مركز في الشغل و... لا لا خفيف قوي. يلا قول ما تخافش. حلو يلا. يعني بيقعد يهزر وكده ولا لا يعني؟ لا حلو حلو. كنت بتخاف مني انا واحنا شغالين؟ لا بجد؟ لا يلا والله العظيم لا. اقول لك والله العظيم لا. ايوه طب ولما شالك كده ده انا كنت فرحان. لا يا راجل. هو ما شاء الله عليهم هما الاثنين طبعا ممثلين جمال وليهم مستقبل كبير. من ذوق حضرتك. يا قمر تيا تيا جميله وبيذاكروا كويس قوي، وقبل ما حتى جم يشتغلوا معانا اللي استغربته يعني ان هم مذاكريننا. خلي بالك يعني ابتدى يتفرج على حاجات ويشوف لي حاجات كتير، يمكن عشان يفتح موضوع معايا انه شاف وشاف وشاف. ودي حاجه برضو كويسه خلي بالك.
وانه يشوف انا عملت ايه قبل كده يعني. بس هما الاثنين بصراحه انا بحب اتفرج على حضرتك مش عشان يعني طبعا حضرتك معايا, بس انا بحب حضرتك وبحب تمثيلك قوي قوي قوي, وكمان حضراتكم اكيد. الله يخليك انت عظيمه يا تيا والله مبهره يعني مبهره والله. لا 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 لا. طب انتوا عارفين ان تيا بطله رياضيه كمان جمباز تنس ايوه بالاعداد عشان هم لا عشان اقول لك حاجه, هم كمان وهم صغيرين كانوا ابطال جمباز برضو. دوتا انا كنت جمباز. عبد الرحمن كان في الجمبازه يعني حاجه جمباز وتنس. قوم اعمل لنا حركه بتاعت زمان. ايوه والله ده لها صور تحفه, لها صور تحفه وتدريبات وتنس كمان صح يا تيا؟ جمباز وتنس. ايه مش انت بتكلم؟ لا انا بقول بطلة رياضية. طيب لا هما الاثنين كمان بجد والله زي ما امير بيقول يعني فعلا كانوا بيخشوا مذاكرين جدا ومركزين جدا وعندهم هدف. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.